هاد الكريم هذا كريم ملكي يا البنات، كريم فخم من اروع ما يكون. ها نتوما يا البنات كيعطي واحد اللمعان ما شاء الله، واحد النضاره وواحد الاشراقه خيالي. اللي شاف كيقول لك شنو دايره البشره ديالك، اللي شافك يا البنات يقول لك شنو دايره الوجه ديالك. هذا غادي تشكروني وغادي ترحموني عليه هاد الكريم هذا. والله العظيم البنات والله العظيم وجهك غيولي كلب الله، راه ما شاء الله كيولي كيضوي. هاد الكريم هذا كيحل لنا جميع مشاكل البشره، كيف ما بغى يكون هاد المشكل هذا كيحلو هاد الكريم. اهلا صحباتي كبداتي الفنات ديالي، كي دايرين بخير لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في افضل حال وبخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديالنا ديال اليوم، الفيديو ديال اليوم مميز، وصفه مميزه جدا. اليوم يا اختي غنشارك معكم كريم لبان الذكر وماسك ديال لبان الذكر، من اروع من اروع الماسكات والكريمات اللي غنشارك معكم في هذا الفيديو هذا. داكشي علاش لكتي اول مره غتشوف القناه ديالي ما تنساش تابونا وفعلوا الجرس باش يوصلكم ان شاء الله دائما الجديد ديالي، واللايكات اللايكات ديالكم نوصلوا هذا الفيديو لاكبر عدد ممكن من اللايكات، لانها وصفه كتستاهل مليون لايك البنات. هاد الوصفه هذه شي حاجه ديال الفخامه والضخامه، جبتها لكم من قاع البير. عرفتي البنات كتخلي واحد اللمعان، واحد اللمعان اللي شافك اللي شافك يقول لك شنو دايره لوجهك. ما شاء الله كيبان واحد البياض، واحد التفتيح، كتوحد لينا لو البشره، كتبيض، كتحيد التجاعيد، الناس اللي عندهم مشكل ديال الهالات السوداء، كدير حتى الهالات السوداء، الناس اللي عندهم تصبغات ديال الحبشباب، تصبغات ديال الشمس، وكتوحد لينا لو البشره. يعني من اروع من اروع الكريمات، كيبيعوها لكم بالثمن البنات، ثمن غالي وما تلقاوش فيها الفعاليه بحال اللي غتلقاوها في هذا الكريم هذا، بمكونات بسيطه اللي غنشارك معكم ان شاء الله، مع طريقه الاستعمال بسيطه. حضريها في البيت ديالك، ما تحتاجيش نهائيا انك تشريها. داكشي علاش تبعي معايا الفيديو من الاول حتى الاخر ان شاء الله. ولكن قبل، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انتم صلوا على نبينا في لي كومونتير باش ان شاء الله يكون الاجر لي وليكم بحول الله. نخلي لكم جميع المعلومات الشخصيه، انستغرام، فيسبوك، اي حاجه اللي كتعلق بيا كنخلي لكم صندوق الوصف. ما تنساوش تدخلوا عندي لصفحتي على الفيسبوك، تما ان شاء الله غنبدا ندير لكم لايفات باذن الله، غيكونوا بزاف المفاجات على الفيسبوك. داكشي علاش دخلوا كاملين عندي الفيسبوك ان شاء الله، والتحقوا بالبنات اللي كاينين تما، غتكون شي حاجه اللي طوب طوب ان شاء الله. ودابا غندوزو نيشان المكونات الوصفه، وغنرجع معكم باش نوريكم طريقه الاستعمال ديالها ونطبقها على البشره ديالي ان شاء الله. على بركه الله حبيباتي، غنبداو في مكونات الوصفه. اول مكون عندنا اللي هو المكون الاساسي في هذا الكريم هذا هو لبان ذكر او لبان الذكر، اللي هو هذا البنات اللي كتشوفوه في الفيديو. انا تعمدت انني نقرب لكم الصوره باش هكا تشوفوه عن قرب مزيان مزيان. اهم حاجه انه يكون اصلي، خذوا عند شي حد اللي هو ثقه واللي عارفينه انه اصلي. صراحه الفوائد ديالو عديده للبشره، تعد ولا تحصى، من اروع من اروع المكونات للبشره هو هاد لبان الذكر. دخلوا قراو عليها البنات في جوجل وشوفوا شنو غيعطيوكم، وغتشوفوا كلشي بعينيكم. غادي تاخذوا كاس هكا صغير، وتاخذوا تقريبا واحد 8 ديال الحبات من لبان الذكر، وغادي تاخذوا هنا ماء الورد، يكون اصلي، من الاحسن انه يكون اصلي اكيد. غادي نستعملوا كاس ديال الماء الورد، وغنخليوا هذاك لبان الذكر يبقى ليله كامله البنات، على الاقل على الاقل واحد 4 ساعات او 5 ساعات قبل من استعمال الكريم. ولكن انا كنفضل انكم تخليوه ليله كامله. شوفوا معايا بعد ما خليته ليله كامله اللون ديال الكاس كيفاش ولا، ولا بحال الحليب. باش كتعرفوه اصلي البنات وماشي مزور، هو انكم من بعد ما كتخليه ليله كامله، شوفوا معايا كيفاش كيولي بحال المسكه، كيولي بحال المسكه، كيتعلك البنات. هذا باش كتعرفوه اصلي. انا غنجبد معكم واحده اخرى غنوريها لكم، شوفوا معايا، شوفوا كيبان معلك وكيجي بحال المسكه، كيولي مطاطي وكيطلق لنا جميع الفوائد. اللون ديال الماء كيتبدل، كيولي اللون ابيض بحال الحليب، الا ما كانش اصلي كيبقى الماء هو هو، كيبقى لون الماء هو هو ما كيتبدلش. دونك البنات هذا اللي عندي اصلي ورائع جدا، من اروع من اروع الكريمات اللي جربت على البشره ديالي هو الكريم هذا، وما بغيتش نبخل عليكم به. حتى نتوما ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم ليا والتعاليق الجميله ديالكم اللي كنقراها كاملين. شكرا لكم بزاف، ومرحبا بالناس جداد عندي، والف الف مرحبا. كيف ما شفتوا معايا في الفيديو، عزلت هذاك الماء ديال لبان الذكر بوحدو هو اللي غنستعملوا به الكريم ان شاء الله، ولبان الذكر اللي صفيناه هذاك بوحدو باش نشارك معكم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا الماسك الرائع بلبان الذكر. حتى حاجه ما تضيع، داكشي علاش تبعوا معايا الفيديو للاخير، غنشارك معكم هذا الكريم والماسك ديال لبان الذكر. هنايا بعد ما صفينا هذاك الماء ديال لبان الذكر، ضفت لي جوج معالق صغار من مايزينا او نشا الذره، معروفه بنشا الذره او مايزينا. غنخلط مزيان مزيان هاد نشا الذره حتى غدوب ليا في هذا الحليب ديال لبان الذكر اولا في هذا الماء ديال لبان الذكر. وغادي نضيف هذا الشيء الكاسرونه باش هكا نحطوه فوق نار مهيله. غادي نديروه في حمام مريم اولا في بان ماري،
راكم عارفين بنات حمام مريم، ديروا كاسرونه فيها الماء وديروا فوق منها الكاسرونه اللي فيها الوصفه. غادي ديروا نار مهيله واكيد مع التحريك المستمر باش هكا ما تحركش لكم الوصفه، بقاو تحركوا واحد 10 دقائق ماكسيموم صافي كي يختار لينا هاد الوصفه هذه اولا الكريم هذا، وكنحصلوا على قوام اللي هو كريمي. ها نتوما تعمدت نوريكم كل شيء مرحله بمرحله البنات، راه هادشي علاش كنقول لكم تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش هكا تستافدوا وهكا ما تفلتوا حتى شي حاجه. ها نتوما البنات كيف ما شفتوا القوام ديالو كيفاش جا ما شاء الله من اروع من اروع الكريمات. شوفوا معايا ما شاء الله حضرناه لراسنا بيدينا، عارفين شنو فيه، بمكونات طبيعيه تحطيه على البشره ديالك وامن لاقصى الدرجات، وكتعرفي الحاجه اللي دايره على وجهك عارفه شنو كديري، ماشي كديري مواد كيماويه اللي هي ضاره ولا شي حاجه اللي هي غضرب البشره ديالك، بالعكس. فوالا من بعد ما صافي درناه في هذا الاناء هذا، دابا غادي نضيف زيت اساس ديال الحامض المركز، تقدروا تضيفوا الفيتامين او، انا ما متوفرش عندي كبسولات من الفيتامين او، ما عندكم زيرو زيت اساس، زيت الاساس عفوا ديال الحامض اولا زيت الاساس ديال الخزامه باش هكا يطلق ريحه زوينه، اولا بغيتو تكتفيوا فقط بهذا الكريم هذا ما تزيدوا حتى شي حاجه، تقدروا انكم ما تزيدوا حتى شي حاجه البنات باش نكونوا واضحين. هاد المرحله ديال الزيوت مرحله اختياريه، اللي بغيتو تضيفوه ضيفوه على حسب نوعيه البشره ديال كل واحد، واللي عندها الحبوب تزيد زيت شجرة الشاي باش هكا يكرم ليها الحبوب. ودابا غندوزو للماسك ديالنا اللي لابان ذكر هذاك اللي صفيناه قبيله، باش حتى حاجه كيف قلت لكم ما نضيعوها، غادي نمعكم مزيان مزيان حتى غنحصل. ها نتوما كيف ما شفتوا معايا على عجين اللي هو معوك مزيان مزيان، ما تخليو فيه حتى شي حاجه، يعني يولي عندنا بحال واحد الكريمه. وغادي نضيف ليها معلقه صغيره من ياغور طبيعي اولا دانون مسوس على هذا الشكل هذا، ونضيف المكون الثالث اللي هو العسل الحر. البنات باش نكونوا واضحين، الا عندكم العسل الحر ضيفوه، ما عندكمش الحر عندكم عسل اللي هو عادي ما ديروهش، سواء ديروا العسل الحر اولا ما ديروهش كاع، تستغناو عليه بتاتا، مفاهمين البنات. هنا عندي العسل الحر البنات طبيعي 100%، واي عسل تقدروا تستعملوه على حسب نوعيه البشره ديالكم، عسل الليمون اللي بغيتوا، اي عسل، المهم انه يكون حر ويكون اصلي. وغنخلط هذا الماسك ديالي على هذا الشكل هذا، شوفوا معايا ما شاء الله الكريم كيف داير والماسك كيف داير. هاد الوصفة هادي اولا هاد الفيديو هذا ديال اليوم مميز لاقصى الدرجات، شاركت معاكم حصريا على قناتي هاد الكريم وهاد الماسك هذا اللي هو غتشكروني عليه وغادي ترحموني عليه ان شاء الله باذن الله. دابا غادي تاخذوا اي بواطه عندكم توفر عندكم، غسلوها وعقموها مزيان باش نحتفظوا هكا بالوصفة ديالنا فيها اولا بالكريم ديالنا فيها ويجينا ساهل في الاستعمال. ودابا غندوزو باش غادي نطبق هاد الكريم هذا على الوجه ديالي قدامكم ان شاء الله، ونشارك معاكم الطريقه ديالو كيفاش تستعملوه وشحال من مره في الاسبوع تستعملوه، دونك تبعوا معايا الفيديو للاخر. انا بغيت نوريكم غير كيفاش كتشربوا البشره بسرعه البرقه البنات. ولا حبيباتي هذا هو الكريم ديالنا ما شاء الله كيجي على هذا الشكل هذا، شاركت معاكم الطريقه المضبوطه المقادير المضبوطه وحتى طريقه الاستعمال اللي غنشارك معكم دابا ان شاء الله اللي هي مضبوطه، الا تبعتيها غتعطيك نتيجه خياليه. هاد الكريم هذا كيحل لنا جميع مشاكل البشره، كيف ما بغى يكون هذا المشكل هذا كيحلو هذا الكريم، فيه فوائد عديده جدا للبشره. هذا غادي تشكروني وغادي ترحموني عليه هذا الكريم هذا. طريقه الاستعمال ديال هذا الكريم ديال لوبان ذكر سهله وبسيطه، في الليل يعني يوميا بالليل من تغسلي البشره ديالك بالغسول اليومي اللي كيوافق البشره ديالك، غتاخذي شويه من هذا الكريم هذا اللي غتكوني كتحتفظي به الا كان الحال سخون في الثلاجه، الا كان الحال بارد احتفظي به عادي حداك حدا راسك فين كتنعسي باش هكا ما تنسيش. وخذي شويه اختي من الكريم على هذا الشكل هذا، ها نتوما ما شاء الله كيجي القوام ديالو تقولوا شريتو باثمنه خيالية وانتوما محضرينه غير في الدار وبمكونات طبيعيه وبيديك، صراحه والله الا واعره البنات. ها نتوما يا البنات كلشي كنوريه لكم قدام عينيكم، صافي البنات بحركه بحركه دائريه. هذا الكريم هذا كريم ملكي يا البنات، كريم فخم من اروع ما يكون. ها نتوما يا البنات كيعطي واحد اللمعان ما شاء الله، واحد النضاره وواحد الاشراقه خيالية. اللي شاف كيقول لك شنو دايره البشره ديالك، اللي شافك يا البنات يقول لك شنو دايره الوجه ديالك، ما شاء الله كيعطي واحد الاشراقه والوجه كيولي كيلمع صراحه. ودغيا كتشربوا البشره، اهم حاجه انه دغيا كتشربوا البشره، والفوائد ديالو عديده جدا تعد ولا تحصى. على هذا الشكل هذا طبقيه على البشره ديالك وتخليه الليل كامل تنعسي، والغد اللي من تفيقي تغسلي البشره ديالك عادي. داومي على هذه القضيه هذه لمده اسبوعين البنات، لمده اسبوعين، ورجعي عند اختك شيماء وردي عليا الخبر وقولي لي البشره ديالك يا اختي كيفاش ولات. نتمنى انكم ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم لانها وصفه كتستاهل مليون لايك، نخليو هذا الفيديو يوصل اكبر عدد ممكن من اللايكات، وبارطاجيو هذا الفيديو مع اكبر عدد ممكن من الناس باش هكا ان شاء الله تعم الافاده وكلشي ان شاء الله نوليو هكا كنديرو ما شاء الله. هاد الحاجه البنات عرفتوا الرائحه ديالو ما شاء الله،
ريحته كتحمق مع داك الماء ورد وزيت الاساس ديال الحامض، راه ما نعاودش ليكم الريحه ديال هاد الكريم هذا رائع جدا. بالنسبه لهذا الماسك هذا اللي شاركت معكم اللي فيه لوبان الذكر، كيف ما قلت لكم الا شاط ليكم ما ترميوش، معكوه مزيان وضيفوا لي باقي المكونات اللي شاركت معكم، دار المصوص والعسل. وهذا الماسك هذا ديريه بالليل، يعني استعملي البشره ديالك وخليه حتى ينشف وغسلي وجهك، ومن بعد منه استعملي هاد الكريم هذا وردي عليا الخبر. كنت ما حضرتو هاد الكريم هذا، غادي تاخذوا شويه من هاد لوبان داكر كيف ما درت قبيله وما ترميوهش واستعملوه كماسك، يعني على حسب نتوما الكميه ديال لوبان داكر اللي عندكم. اهم حاجه فهادشي كله هو يكون لوبان داكر اصلي، ودابا راه ولا موجود اصلي، خاصكم غير تعرفوا عند من تاخذوه وصافي. هذا ما كان البنات، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديال اليوم، تعجبكم هاد الوصفه هذه. دخلوا عندي الانستغرام والفيسبوك، بغيت اكبر هجوم ان شاء الله، دخلوا عندي صفحتي على الفيسبوك وصفحتي على الانستغرام، مرحبا بكم الف 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 مرحبا عندي. بوسه كبيره لكم، تلاقاو فيديو جاي، باي باي.